يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين. ظهرت الكثير من الدراسات عن أسباب السعادة، إلى أن أكبر دراسة في تاريخ كشفت لنا عن سر السعادة الذي يجهله الكثيرين. خلينا نتابع التقرير مع بعض. دراسة استمرت لمدة 75 عاماً كشف العلماء القائمين عليها سر السعادة، سر يمكن للإنسان المحافظة عليه بدون انقطاع، بعكس أسرار كثيرة اعتقد الكثير أنها هي مصادر للسعادة كالمال والعمل والذكاء. على هذه الدراسة والتي تعد الأكبر عبر التاريخ باحثون بجامعة هارفارد، لتكن النتيجة واحدة والسر واحد، فالعلاقات الجيدة والوثيقة والمستقرة تجعل الإنسان أكثر سعادة وأفضل صحة. الطبيب النفساني روبرت والدنر قدم نتائج الدراسة من خلال مقطع فيديو لقي تفاعلا كبيرا. السبب الأول للسعادة إذن وفقا لفريق الباحثين هو العلاقة الاجتماعية، لكن ماذا عن الأسباب التي تأتي بعد العلاقة الاجتماعية من حيث الأهمية؟ إليكم خمسة أسباب بعد العلاقة الاجتماعية تجعل الناس سعداء. أولا العمل من أجل هدف، وثانيا التفكير الإيجابي، وفي المرتبة الثالثة العطاء، وفي المرتبة الرابعة الحرية، وأخيرا الصحة الجيدة. ما هي القواعد التي نحتاجها للحصول على العلاقات الاجتماعية التي تمثل مصادر سعادة؟ مشاهدينا، لمناقشة الموضوع رحب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة البندري الحسين، مدربة تنمية بشرية وكاتبة. أهلا وسهلا فيك أستاذة البندري. أهلا وسهلا فيك أستاذ مساء. يمكن موضوعنا اليوم جميل، موضوع السعادة، لكن إحنا شفنا في التقرير خمس أسباب للسعادة، لكن لو نوقف نعرف معنى السعادة، ما معنى السعادة؟ أول شيء مثل ما شفنا في تقرير مفهوم السعادة يختلف من شخص لآخر. مفاهيم السعادة جدا كثيرة عندنا، لكن لو بنوقف على مفهوم السعادة من وجهة نظري ومن وجهة نظر كثير من العلماء لما حاولوا يفهمون السعادة، اتضح بأن السعادة هي تدور ما بين الرضا واللذة والشعور بالراحة، بمعنى نتفق بأن هي الحالة نفسية تجمع ما بين راحة النفس ولذة الجسد، طبعا تختلف من شخص لآخر. بعض المرات السعادة تبدأ من الداخل، من الإنسان نفسه، عشان يعكسها على المحيط اللي حواليه، لكن كيف إحنا ممكن ندرب ذواتنا في البداية عن كيف إحنا ممكن ننشئ سعادة من جواتنا إحنا عشان نعكسها على المحيط الخارجي؟ جميل جدا. أول شيء لابد يكون عندنا الاعتقاد التام بأن السعادة هي الرضا، بل الرضا هو أحلى درجات السعادة، هو أصل السعادة، فلابد بالرضا بما حققت وبما أوتيت وبما ابتليت أيضا. حتى في ذكر الرضا أكثر من السعادة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى فلسوف يعطيك ربك فترضى، لم يقل فتسعد، لأنه اعتبر أن السعادة هو أصل، أو الرضا هو أصل السعادة. أيضا كما ذكر الله سبحانه وتعالى حينما حدث رسوله الكريم بتعداد نعمه، حينما نزل القرآن ذكر بأنه لقد أنزلنا عليك القرآن وما أنزل عليك، نتلخبط في الآية. طيب لو نجي بس شوية الرضا، أنت تكلمتي عن شيء مرة جميل، يعني ارتباط السعادة بالرضا، ممكن نقول هذا واحد من أو المصدر الأساسي للسعادة الرضا. أكيد هو أصل السعادة، هو أعلى درجات السعادة الرضا، لأنه لما بتكلم عن السعادة لها مفاهيم كثيرة. مثل اليوم لما واجهتك كنت سعيدة مجرد أنه
كانت موضوع حلقه عن السعاده، لكن مجرد احنا ما نوصل للرضا التام بما نقدم او بما حققنا بما اوتينا، فهنا نصل لاعلى درجه من درجات السعاده. احنا حنوصل لاعلى درجه من درجات السعاده، لكن خلينا نشوف مفهوم الناس عن مصادر السعاده. كاميرا سيدتي اعزائي المشاهدين رصدت لنا استطلاع الراي هذا عن السعاده ومصادرها، خلونا نشوف كيف كانت الاجوبه. الشيء اللي يخليني سعيدة أكيد أمي، صداقات، شوبينج، سفر، فقط شوبينج وسفر. كل شيء حلو يصير سعادة، يعني إذا حليت في اختباري كويس أشياء زي كذا. سفر و نحشات الهجوان. العلاقة الاجتماعية، علاقة الصداقات، أهلي، صديقاتي، الأهل والصحبات. الأهل طبعا أول شيء وصحباتي. أستاذ البندري، بعد ما شفنا استطلاعات الرأي، يعني في واحدة قالت النحشة والهجولة وفي واحدة قالت السفر، لكن أنا يمكن اخترت هذه الأمثلة لأنه لو نرجع لمفهوم السعادة احنا رابطينها بأشياء محسوسة. بالضبط. فيمكن هذه مصادر صح ولا غلط للسعادة؟ لا، هذا أكيد غلط. تلاحظين ما حد تكلم عن الرضا أو القناعة بما لديه، كلهم اربطوها بأشخاص، يعني جعلوا سعادتهم أمر ملموس يمكن لأي أحد أو أي كان يسترق هذا الأمر منك. يعني كأنهم أعطوا السعادة يتحكمون فيها أشخاص آخرين غيرهم. ما هنا يجي السؤال الثاني، إذا أنا أعطيت سعادتي وتكون مربوطة بشخص معين، الحياة لا تخلو من المواقف، الحياة ما بتخلو من الصدمات. هل هو غلط إن الواحدة تربط سعادتها مثلا بزوجها، بأهلها؟ يمكن السعادة مفهوم يعني يكون كبير جدا، إذا فقدت هذا الشيء خلاص راحت السعادة، توقفت السعادة عن حياتها. صحيح، لأن هذا يرجع لمفهوم هي كيف تفهم السعادة. فبعضهم لما تسأل إيش سعادتك، زي اللي يطلعوا الآن سفر وشوبينج. بالضبط. طيب هذه أمور غير ثابتة، مجرد ما تفقدين هذول الأشخاص انفقدت سعادتك معهم، لكن أنت اقتنعي أنا راح أرضى سعادتي إني أرضى بوجودي مع أهلي، راح أرضى باللي الله قدر لي مع هذا الشخص، سواء استمريت معه أو لم أستمر، رضيت بالقدر أنا، فخلاص سعادتي سواء بالاستمرار أو بدونه سعادتي موجودة. طب إيش هي مصادر سعادتك؟ أنا أشياء كثيرة من ضمنها الورد. طب شوفي، حتى أنت ربطتي بأشياء يمكن أنت بيدك تقدري تستحصلي عليها. بالضبط. أيه؟ أشياء ثابتة مثل ما قلت لك تحت الهواء، أشياء ثابتة، يعني لما يحصل لي موقف وأنكسر فيه أو أضايق على طول أتجه للورد. فاليوم أول ما دخلت الاستديو يعني شفتك ما شاء الله حواليك الورد، يعني كان أكبر سعادة. نرفع 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 المستوى السعادة. هذا يدفعني لسؤال ثاني، هل للسعادة مستويات؟ يعني في بعض الناس يقولون الهرمونات مرتبطة بالضبط بالسعادة، فيقول لك يلا أنا هرمون السعادة عندي اليوم مرتفع كذا، يقول لك إياها. بالضبط. هذا كثير يجهله من الناس. طبعا في ثلاث هرمونات في جسم الإنسان تحفز على الشعور بالسعادة. أول هرمون السيروتونين، هذا يسمى بهرمون السعادة. لماذا؟ لأنه يعدل من المزاج ويمنع الاكتئاب تماما. طيب في ناس تقول كيف أنا أحفز هذا الهرمون؟ تحفزين بأشياء كثيرة، أول شيء التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، أيضا تناول الكربوهيدرات مثل المشروم، الخضروات، الفواكه، أيضا الأسماك، وأيضا التمارين الرياضية تحفز هذا الهرمون. الهرمون الثاني اللي يحفز السعادة لدى الإنسان هو هرمون الإندروفين، وهذا الهرمون هو يحسن المزاج، كما أنه يقلل من الإحساس بالتوتر والألم. وين نحصله؟ نحصله أيضا بالنشاط والتمارين الرياضية. آخر هرمون، وهذا الهرمون اللي كثير يحفز عند النساء، اللي هو هرمون الدوبامين. إيش هو هرمون الدوبامين؟ أو هذا هرمون الحب اللي يسمونه، ولا الحب لكن من نوع آخر. أيوة. اللي هو حب الشوكولا. هذا الهرمون ما يتحفز إلا بالشوكولا، أو كل ما زادت نسبة الشوكولات عندك كل ما حسيتي بالسعادة أكثر. وهذا الهرمون ليش قلنا إنه يخص النساء أكثر أو يزيد عند النساء أكثر؟ لأنه النساء تأكل شوكولات أكثر من الرجال. في مواقف سعيدة، مواقف حزينة، في حتى في الرجيم يدخلون الشوكولات. طيب
احنا تكلمنا انه السعاده ممكن تكون مرتفعه، بس على الصعيد الثاني كمان في انخفاضات للسعاده. في ناس من اللي حواليك ممكن يعطوكي او سراقين الطاقه انا اسميهم، ها يعني يخفضون مستوى السعاده عندك. زي هذه الحالات ايش ممكن احنا نسوي فيهم؟ من وجهة نظري انا ما ادخل معهم في نقاش، لانه مهما كانت طاقتك ايجابيه الطاقة السلبية دائما أقوى أو تأثر في الإيجابيين أكثر، لأنه أنت إنسانة إيجابية ما تعودتي على السلبية، فلما تواجهي أشخاص سلبيين فبتكوني معهم بصراع، تجنبيهم تماما ولا كأنهم موجودين في حياتك. فدائما لما ندخل إحنا بصراع ما بين الإيجابية والسلبية نخرج بإيجابيتنا وإحنا منتصرين أكثر من النقاش، إلا إذا كنتي انت مقتنع بامر ما ومعك ادله لهذا الشخص انه لا انت شخص سلبي واللي قاعد تمارسه هذا يقتل الطاقه الايجابيه فينا تقدري تواجهي. طيب استاذه بدر، المواجهه هذه ما تحتاج كذا، ايش هي الخطوات اللي ممكن احنا نقولها في تطوير الذات لانه نرفع مستوى السعاده، وزي ما انت تفضلتي كذا انه احنا نقدر نواجه هذول الناس؟ صحيح، طبعا طرقت في كتابي سناب ذات لما تكلمت عن ايجابيات او كذا. انت حتى عجبني المسمى، اوكي سناب ذات، صور نفسك، يعني انت اللي التقط الصوره لنفسك او ذاتك. طبعا تكلمت في كتاب سناب ذات طرقت عن السعاده بشكل جدا كبير، كيف نوصل لمرحله السعاده من خلالها اللي هو نكون اشخاص ايجابيين. بمعنى انه كن شخص ايجابي، يعني ارمي ورده بث عطرا قل خيرا. دائما هذه خلها قاعده في حياتك، ان اردت ان تكون سعيدا فكن، لا تنتظر احد يبني سعادتك او يمسك ايدك يوديك للسعاده. في مشكله عندنا احنا دائما في تطوير الذات نتكلم عن الاهداف والرؤيه والرساله ونساعد الاخرين في تحقيق الرؤيه والاهداف والرساله، لكن اللي ابي اوضح له انه يجب ان تكون سعادتنا وجهه نتجه اليها وليس هدف سنصل اليه، يعني خليه وجه طريق انت تمشين دائم انت ماشيه فيه، من خلال هذا الطريق تقدري تحققين رؤيتك اهدافك رسالتك. فدائما نحرص على ان تكون سعادتنا هي وجهه نتجه اليها لا هدف نسعى الى تحقيقه. يتهيألي كمان مفهوم السعاده، يمكن مفهوم السعاده كبير ونضل حائرين، لكن انا احس ان السعاده بعض المرات مرتبطه كمان بالتربيه، يعني صحيح. السعاده في شيء انت تسويه، السعاده في العطاء، السعاده انك تساعد غيرك، السعاده في الصدقه، يعني في اشياء احنا قلنا كيف ممكن احنا نعمل تحويل السعاده بدون ما نربطها مثلا ممكن باشخاص، لا نربطها باشياء ممكن نتقرب اكثر فيها في المجتمع، تعلي من القيم والاخلاق والمبادئ اللي موجوده في فينا. صحيح، هذه المشكلة أيضا تبدأ من التربية. عندك مثال بسيط، لما إحنا نشوف عامل نظافة إيش نقول أولادنا؟ مسكين وما أدري إيش، فيروح الطفل يتصدق على هذا المسكين لكن خاطر مكسور، ما هو حاس بالسعادة لأنه حس بالغنى لكن حس الآخرين حوله بالفقر. لكن لما أقول شوفوا هذا الشخص مجتهد ويعمل لكن يحصل قليل من المال لكنه إنسان وفي في عمله ومجتهد في عمله، فانت الطفل راح يروح يعطيه المال لكن راح يحس بالسعاده انه في اتزان، انا غني المال لكن هذا غني بجهده وعمله. فلابد يكون نربي اطفالنا في توازن الامور، مثل ما لديك فلغيرك لديه، لكن ربما تختلف عن ما لديك. فهي اساس التربيه انه نقنع اطفالنا كيف يشوفون منظور السعاده. طيب ايش هي اهم النصائح اللي ممكن توجهيها عشان نقول ممكن نعيش بسعاده؟ مثل ما قلت لك، إن كنت إن أردت أن تكون سعيد فكن، لا تنتظر أحد، لا تربطها بأشخاص، لأنه الأشخاص لابد أن نفقدهم، حتى أمك أبوك أشخاص مفقودين، لكن دائما حاول تربطها بأشياء تعدل مزاجك تشعرك بالسعادة، مثل ما قلت الورد مثلا تشربي. أنا برجع لك للكتاب اللي أنت كتبتيه، يمكن أنا تصفحته على السريع، لكن الفصول اللي أنت تناولتيها خرجتي فيها بإيش؟ إيش الرؤية الأخيرة اللي خرجتي فيها؟ أن أكون شخص ناجح، النجاح بكل شيء، يعني أحقق ما أريد. فمجرد ما توصلين لتحقيق ما تريدين انت تعديتي يعني لذة السعادة، فوصلتي لأعلى المراحل. هي أعلى المراحل، بس لكن كيف ممكن احنا نعكس السعادة لغيرنا؟ يمكن احنا يمكن تكون شخصية سعيدة يوم تجين في مكان فعلا تحسين انه مثلا فلان جاء في هالمكان عامل زي طاقة إيجابية، أشع السعادة، كيف ممكن احنا نكون ملهمين للسعادة؟ بتشجيع الآخرين دائما عشان تحصلين على السعادة، شجعي الآخر
لا إرادي راح أنت تحسين بنشوة السعادة وصلت لك من سعادة الآخرين، فدائما لابد بتشجيع الآخرين، تحفيزهم بالطاقة الإيجابية، وهذا اللي إحنا نشتغل عليه دائما في الدورات التدريبية أو تطوير الذات، إنه لأنه تطوير الذات أنا أعتبره كبحر لا مرسلة، فلابد من الشخص يغرق في هذا البحر يستخرج أو يستكشف ذاته اللي وصل لها. فمطلب للجميع تحقيق أهدافهم وصولهم إلى رغبة النجاح. يعني دائما نقول ابدأ بالسعادة الداخلية عشان تعكسها للمحيط أكيد. اللي حواليك أكيد. طبعا أنا جدا سعيدة بهذا اللقاء، يمكن هذا أبسط شيء ممكن أقوله. كل الشكر لك يا الأستاذة البندرية الحسين، مدربة التنمية البشرية وكاتبة، شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا أعزائي المشاهدين، بكل سعادة حنطلع فاصل قصير، لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل، تعرفي على معايير الصورة الناجحة ومن يقرر إن كانت ناجحة.